حصلت أخبار الآن على صور حصرية لحقيبة معمر القذافي وما تحويه من مقتنيات له كهواتفه النقالة وبعض الأوراق المالية إضافة إلى نظاراته. تفاصيل أكثر مع مراسلنا أحمد شقلوف من سرت. لم تكن دموع حزن ولا رصاص للقتل، إنه الفرح والسرور الذي عبر به الثوار بعد إلقاء القبض على من سألهم يوما من أنتم ووصفهم بالجرذان. وقاتلناهم وجلنا جرتهم في كل مكان، زنقة زنقة طلعناه من حفرة من حفرة، والله أكبر ولله الحمد. حين ألقوا القبض عليه داخل نفق أشبه بحفرة وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة جريحة بعد هروبه من قصف واشتباكات عنيفة بين الكتائب الفارة والثوار الذين ينتظرون خروجهم. تم القبض على الطاغية معمر القذافي في هذا المكان، وعندما خرج من هذا الجحر قال بالحرف الواحد، يعني بالحرف الواحد يقول لنا يعني شنو فيه شنو صار، يعني تم القبض عليه في هذا الجحر. لعله بعد ذلك لم يعد القذافي أن يقول بأن المعركة لم تنتهي بعد كما جرت العادة، ولم يعد يؤكد بقاءه في ليبيا زعيما لها كما يحلو له وصف نفسه. كيف ذلك ولم تمضي دقائق حتى لفظ آخر نفس له وهو بين أيدي الثوار. قبضته التي أحكمها على الشعب الليبي لمدة 42 عاما لم تعد اليوم محكمة على شبر من التراب الليبي. هذه حقيبة القذافي التي أصبحت في أيدي الثوار وهي تحوي مبالغ مالية وأوراق ومستندات له وكذلك مقتنياته الشخصية. أجهزة النقاد، نظاراته وساعته ومفتاح سيارته التي لا يعرف مكانها وأين تركها بعد أن فر هاربا من قدوم الثوار إليه. وهذه الشنطة فيها محتويات الجرد الكبير، الجرد الكبير، والله أكبر والله أكبر. صمود الثوار جعلهم يحققون هذه الانتصارات الكبيرة وتحرير مدينة سرت، وإن كان على حساب دماء أعداد كبيرة من الثوار إلا أنه يعني الكثير والكثير، وهو نهاية حكم القذافي. أحمد شقلوف لأخبار الآن، مدينة سرت.